أهلا وسهلا بكم متابعي قناة فوكس الارتكاز بحلقة جديدة من فانتازي بالعراقي. اليوم احنا راح نحكي لكم بارت الثالث، نتكلم على 5 أندية جديدة بالدوري الإنجليزي على لعبة الفانتازي. نرجع ونكرر لكم بأن لعبة الفانتازي هي لعبة الحظ، ويبقى حظك إذا كان صاب ببعض اللاعبين راح تحقق وياهم نقاط جميلة. اليوم اخترنا لكم 5 أندية اللي هي مانشستر يونايتد واستون فيلا وفولهام وساوثهامبتون وليستر سيتي. اختارينا من كل نادي ابرز اللاعبين راح يفيدوك بتشكيلتك، وراح نقول لك خياراتك وانت ان شاء الله تتوفق وتختار اللاعبين الجيدين. راح نبلش بالبداية بمانشستر يونايتد. طبعا الخيار الاول هو كريستيانو رونالدو، سعره 10.5 مليون باون استرليني، حقق 159 نقطة. بس المشكلة كريستيانو رونالدو لحد الآن ما محسوم أمره، واللاعب يريد يخرج عن مانشستر يونايتد. لحد الآن الأخبار تشير انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، يعني ما يعني أغلب اللاعبين ما ينصحون جلب كريستيانو رونالدو إلا يعني بعد مرور 5 جولات في حال بقى مع يونايتد واستقر مع النادي. الخيار الثاني برونو فرنانديز، 10 مليون باون استرليني، جاب 151 نقطة. طبعا برونو فرنانديز افضل خياراتك راح تكون بالنص. الخيار الثالث جوردن سانشو، 7.5 مليون باون استرليني، وحقق 61 نقطة. خيار جيد هالموسم، راح يعتمد عليه تين هاج بشكل مستمر. الخيار الرابع وهو الحارس الاسباني ديخية، سعره 5 مليون باون استرليني، وحقق 132 نقطة. طبعا خيار ديخية ثابت، تقدر تجيبه كحارس، عنده كلين شيت وعنده تسديدات على المرمى يبعدها بسهولة. الخيار الخامس هو المدافع المنتقل من ريال مدريد الى مانشستر يونايتد فاران، موسم الثاني، سعره 5 مليون باون استرليني، وحقق 31 نقطة. طبعا هذا المدافع الموسم راح يعتمدون عليه بشكل اساسي اكثر، خيار مناسب. الخيار السادس والاخير بفريق مانشستر يونايتد وهو الينجا، هذا اللاعب الذي برز من الاكاديمية مانشستر يونايتد وصعد الخط الاول وبرز، سعره 5 مليون باون استرليني، حقق 59 نقطة. خيار جيد، تقدر تجيبه او تخليه بالدكة يفيدك في حالة اذا كان بدلاء. الخيار السابع المدافع الجهة اليمنى تيلاس، سعره 5 مليون باون استرليني، جاب 67 نقطة. الفريق الثاني فريق استون فيلا. طبعا فريق استون فيلا خياراته كلها جيدة في الحارس المرمى والدفاع والوسط والهجوم، يعني اذا جبت لاعب الى لاعبين كل الزين، حتى انا بتشكيلتي اختاريت تقريبا لاعبين. خيار الاول برازيلي كوتينيو، 7 مليون باون استرليني، حقق 83 نقطة. طبعا خيار كل جيد كوتينيو. الخيار الثاني ويتنيكس، مهاجم، سعره 7.5 مليون باون استرليني، وحقق 131 نقطة. الخيار الثالث المدافع كاش، 5 مليون باون استرليني، وحقق 147 نقطة. طبعا كاش ما حد يختلف عليه، كل اللاعبين متواجد بتشكيلتهم. الخيار الرابع الحارس المتميز الارجنتيني مارتينيز، سعره 5 مليون باون استرليني، وحقق 129 نقطة. طبعا دائما متواجد بجميع تشكيلات اللاعبين، من ضمنهم انا يعني استخدمته بشكل اساسي. الخيار الخامس اللاعب لويس دين، المنتقل من ايفرتون الى استون فيلا، سعره 50 مليون باون استرليني، وحقق 83 نقطة. خيار جيد. اخيرا المهاجم المخضرم انجز، سعره 7 مليون باون استرليني، حقق 106 نقطة. طبعا من الخيارات الجيدة انجز، يعني تجي فترات يفاجئك. الخيار الثالث الصاعد الجديد من الشامبيونشيب فولهام، وعاد مارتلوخ الى دوري الدرجة الممتازة البريمير ليج. طبعا اختارينا لكم 5 لاعبين هم المتميزين لحد الان بالفريق، اللي هو المهاجم متروفيتش، سعره 6.5 مليون باون استرليني، واثنين لاعب خط الوسط الثاني دي كوردوفا ريد، سعره 5.5 مليون باون استرليني.
خيار الرابع الحارس روديك، همينه 4.5 مليون باوند استرليني، يفيدك تخليه حارس احتياط. خمسة المدافع ريم، سعره 4.5 مليون باوند استرليني. ننتقل للخيار الثالث، النادي الثالث هو ساوثامبتون، وعنده بيه لاعبين متميزين ايضا تقدر تستفاد منهم تشكيلتك، اللي هو اولا وورد بروس لاعب خط الوسط، سعره 6.5 مليون باوند استرليني، طبعا سعره صعد، حقق 159 نقطة ذاك الموسم. عندك الخيار الثاني وولكر بيترز المدافع، سعره 4.5 مليون باوند استرليني، وحقق 82 نقطة. ثلاثة المهاجم اللي دائما يعتمدون عليه بشكل دائم أكثر لاعبي الفانتازي بجميع أنحاء العالم، اللي هو آدمز، سعره 6.5 مليون باوند استرليني، وحقق 103 نقطة. الخيار الرابع أمسترونج لاعب خط الوسط، سعره 5 مليون باوند استرليني، وحقق 57 نقطة. الخيار الأخير رودمان، وسعره 5.5 مليون باوند استرليني، وحقق 79 نقطة الموسم الماضي. النادي الخامس والأخير هو نادي ليستر سيتي. طبعا نادي ليستر سيتي خياراته دائما جيدة بالفانتازي، ويفاجئوك جولة جولة، رغم يعني هم ذاك الموسم كانوا يعني بأغلب المراحل مو زينين وتراجع ترتيبهم، بس فاجئوك هو خاصة فاردي وماديسون. الخيار الأول هو ماديسون، 8 مليون باوند استرليني، وحقق 181 نقطة، طبعا أنا جبته. اثنين فاردي المهاجم، 9.5 مليون باوند استرليني، وحقق 133 نقطة. ثلاثة بارنس، سعره 7 مليون باوند استرليني، وحقق 137 نقطة. أربعة الحارس شمايكل ابن بيتر شمايكل، الحارس المتميز، سعره 5 مليون باوند استرليني، وحقق 131 نقطة. بيتر شمايكل يفيدك احتياط، يعني تقدر تستغله أو أساسي. خمسة المدافع المخضرم جاستن، حقق يعني سعره المدافع جاستن سعره 4 مليون باوند استرليني، حقق ذاك الموسم رغم إصابته 29 نقطة بسبب الإصابات، لكن هو خيار جيد كدفاع يفيدك. الخيار الأخير هو اللاعب خط الوسط تيليمنس، سعره 6.5 مليون باوند استرليني، حقق 120 نقطة. طبعا هاي كملنا أفضل خياراتك بالخمس أندية، راح نقول لك أبرز اللاعبين تقدر تختارهم بتشكيلتك. طبعا مانشستر يونايتد عندك برونو فرنانديز، وعندك فاران وسانشو والحارس ديخية. أستون فيلا يفيدك تقريبا كوتينيو وكاش ومارتينيز. فولهام، طبعا فولهام ما أنصح أي لاعب تجيبون من عنده بأول 5 جولات أو تقريبا حد الجولة تقريبا السابعة العاشرة تقريبا، لأن مباراتهم جدولهم مزدحم، مواجهات صعبة، وراح إذا جبت أي لاعب حتى إذا كان على الدكة راح يأثر عليك، فما أنصح تجيبون أي لاعب من فولهام. عندنا النادي الرابع ساوثامبتون، عندك وورد بروس خيار جيد بالنص، وعندك آدمز همينه مهاجم جيد، ولا أنصح بهم الاثنين إذا أردت تجيب واحد دكة أو واحد أساسي. النادي الأخير ليستر سيتي، عندك الخيارات الجيدة ماديسون وفاردي وشمايكل الحارس، دول 3 خيارات تقدر تعتمد عليهم بشكل أساسي في تشكيلتك، وراح يجيبوا لك خوش نقاط إن شاء الله. انتهى البارت الثالث، 5 أندية. أتمنى إن شاء الله تستفادون من معلوماتنا وخياراتنا، وإن شاء الله تكونون جاهزين على بداية موسم لعبة الفانتازي، ونتمنى من عندكم الاشتراك بقناتنا ودعمنا واللايك لا تنسون، وانتظرونا إن شاء الله بالبارت الرابع، ونكمل باقي الأندية الدوري الإنجليزي لحد ما نبلش لكم بإعداد التشكيلة اللي راح نبلش لكم بإعداد التشكيلة اللي راح تستفاد منها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.